كبيرة جدا في العراق بسبب الظروف المناخية، كذلك سياسات دول الجوار، كذلك سياسات وزارة الموارد المائية الداخلية في إدارة المياه. كما معلوم أنه الأهوار فقدت كثير من حصتها المائية بسبب الإدارة، سوء الإدارة داخل وزارة الموارد المائية من خلال تفضيل منطقة على أخرى، كذلك التجاوزات، بحيرات الأسماك، الأراضي الزراعية خارج الخطة الزراعية، كل هذه أدت إلى نقصان كبير في حصة مياه الأهوار.